بسم الله والصلاة والسلام على نبي الله. اسمك يا سيدنا النبي أجمل من العطور والزهور، ويوم ميلادك يا سيدنا النبي بيستناه الكبير قبل الصبي، والأرض والسماء بتشهد على ميلادك يا سيدنا النبي وبتشع نور. قلبي قوي بفضل الصلاة عليك يا سيدنا النبي ومسرور، وكل أحاديثك يا سيدنا النبي جنات الزهور. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. ما تبخلوش عننا باللايك يا جماعة والاشتراك في قناة أصل الريف المصري 1 و2 و3 و4، ودعمونا بأحلى لايك. وعاوزين نعرف الأسعار من التاجر الأمين ده المعلم وليد من داخل سوق الزقازيق. ازيك يا معلم وليد؟ رقم تليفونك كام؟ اصبر بس، اصبر ما تضربش، ما تضربش. رقم تليفونك كام الأول كده؟ ما تضربش. رقم تليفونك كام؟ رقم التليفون كده 012 26 24 7 8 8 1 4. ايه ده؟ الصلاة على النبي. عنوان المنزل يا معلم وليد كده عشان الناس تجي لك البيت. عندنا المنزل عزيز. عنوان البيت شبرا النخل تبع الزقازيق. الصلاة على النبي، اللهم صل بالبيس. انا كمان انا شويه مره دي انا شويه. عمرك قد ايه يا معلم؟ كم شهر؟ 15. اللهم صل على النبي. امام حضراتكم كل حاجه على الطبيعه، بنحاول نوصف لكم كل حاجه من داخل سوق الزقازيق من انضف الاسواق اللي موجوده في الشرقيه. اللهم صل على النبي. بضاعه عاليه، بضاعه من الطراز العالي. اللهم صل على النبي. صل عليك يا نبي. بكام ده يا معلم وليد؟ ب 4000. اللهم صل. عشان دي زيرو كل حاجة على قد، عشان دي زيرو كل حاجة على قد التمانة هنا. وانت كمان اللهم صل على النبي. بعد منهم وراح فين بيها؟ مسافر المريخ؟ هو جاي اهو. حتى الحال واحد في الضلة، أهم حاجة الشروة. المعلم وليد رايح المريخ ولا إيه؟ أوعى يا ابن الفلسطيني الإيطالي. ايوه يا معلم. واحد بكام الحته دي يا وحش؟ ببلاش خالص. ما انا عارف انك عمرها قد ايه. كام شهر؟ لا دي ابن شهرين ونص. ابن شهرين ونص. عامله كام دي؟ بكام؟ عامله كام؟ عامله كام؟ دوان عايز تعرف عامل كام؟ بالصراحه ده عامل 1200. 1200. اللهم صل على النبي. صور معايا يا محمد. 1200. بالصلاة عليك يا نبي. بضاعة من البضاعة السوبر العالية. بالصلاة على النبي. معايا واحد بجر. اعمل بالنور ده عرض. ايه ده؟ دي ماس. ب 1300. 1300 دي؟ الحتة دي؟ نوعها دي ولا ايه؟ نوع ايه؟ ايه؟ انت بس يا ادم. حدو. مش تاني. بكام دي؟ ب 1000 جنيه. ب 1000 جنيه؟ 1000 جنيه يا بلاش. دي ب 1000 جنيه هنا تحتين في الاسعار. خلاص يا ابني حرام بقى، كفايه كفايه. هيموت. بطل ضرب بقى، بطل ضربه خف. هو اول هم ب 400. ب 400 يا ابني. خلاص ضرب. الحته دي بكام بقى؟ دي تنزل على المريخ. بكام دي؟ يا ابني خلاص يا يالا بطل شيل، حرام عليك. ب 4000. والفلسطينيه الناحيه الثانيه دي؟ الفلسطينيه دي بثلاث بواكي. عمرها قد ايه دي يا وليد؟ 5 اشهر. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا ولاد؟ عليه الصلاه والسلام. ايوه هنا مهرجان، مهرجان مهرجان الحصنة، حصنة البلدي. اللهم صل على النبي. بكام دي يا قمر؟ 5000. ب 5000. اللهم صل على النبي. يعني حاجة سوبر. نوعها ايه بقى؟ بلدي. على ايه؟ بلدي على عربي. يعني خلاص خليط يعني. خليط. اللهم صل على النبي. حاجة سوبر. رقم تليفون كام؟
010 28 64 1697 بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي، اللهم صل على النبي. فلسطينية، فلسطينية. قلت عمرها قد ايه؟ 7 أشهر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. رقم التليفون كم مرة بعد إذنك؟ 012 84 13 61 40. اللهم صل على النبي. بضاعة عالية بالصلاة على النبي، من بضاعة اللي نادرة في السوق. حاجة بالصلاة على النبي، شوف عاملين ازاي؟ اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لصاحب النصيب وصاحب المال. حاجة عالية. صل على النبي. الله يسلمك. قلب يا بابا تعالى من ورا. وكمان من لسه صغيرة ما تعرفش حاجة، قلب. انزل تحت. بص عايز تعمل كده ايوه. اوعي اوعي. بطلة. بطلة. اللهم صل على النبي. حصون هنا ملاش عدد. لا تقول لي بقى سوق مش عارف ايه ولا ايه ولا في الغربية ولا الكلام الفاضي ده خالص. هنا البضاعة الاساس. اللهم صل على النبي. بكم دي يا معلم؟ بكم الحتة الحلوة؟ ب 22. 2200. بس مش هبيعها ب 35% الموردة هاي. عشان الخيل دي بتيجي من الهند. بكم الحتة الحلوة دي؟ بكم دي؟ ب 11 ونص. ب 11 ونص. ودوت ب 12 100. ب 12 100. 17 ونص. 17 ونص. 1750. ودي؟ دوت ب 2000. ب 2000. ب 2000. مرة جاوب 50 ايه؟ 55. 55. انواعين بتبدا على 55. الانواع عندك هنا قد ايه؟ بس ما عندوش بضاعة زي كده. نضيفة. الانواع، الانواع. مفيش حد يطلع بضاعة زي كده. بلدي وايه هنا وبما عندك موجود دبل الصينيه فلسطينيه خليط ب 45 4500 55 ب 55 ايه اللي مخلي سعرها غالي كده؟ نظافتها والانجليزي. انجليزي خليط برضو مع بلدي على على انجليزي. اللهم صل على النبي. رقم تليفونك كام؟ 012 0 55 86 172. اللهم صل على النبي. بس عايز سؤال 10000. ايوه انا عندي ربنا. اللهم صل على النبي. صل على النبي تكس. الله اكبر. ها يا جماعه شايفين؟ شايفين يا جماعه؟ اللهم صل على النبي. هنا هنا انضف حاجه هنا الفلسطيني. لا يعلى على الفلسطيني في جماله وحلاوته. الصلاه على النبي. الله اكبر، الله اكبر بجد يعني. المره من غير اساس ما لهاش لازمه. هاتوا هنا يا ابني. بكام دي يا حاج؟ يا باشا بكام دي؟ بالصلاه على النبي. انا عملت بخمسه بالوقت. 5000. سنها ايه؟ لبانة. 6 أشهر. 6 أشهر لسه لبانة. وحدوك. اللهم صل على سيدي. 3 كيلوات. بس يا عم ما تضربش بقى. ما تضربش. اسحب المور كده. وحد. بس. بس. بس عم اعرف الراشد. ولا. ايه ده هلا؟ ايه الحلاقة دي؟ اللهم صل على اهم حاجة الصوت تكون محترم. بكام ده؟ اسحب كده. بكام يا معلم ده؟ ده اللي بسحبه ده. انا عمل دلوقتي 27 بس ده مور هندي الجديد مالوش خليط. ايوه اسحب كده. كله هنا خليط. اسحب كده عشان اشوف الجنس ده. رقم تليفونك كام يا باشا؟ 0100 35 44 5 1 كام؟ 5 9 5 9. وضمك بس صل على النبي كده. دي بكام؟ بكام دي ودي؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. هنروح بس دقيقتين دلوقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قادم.